حسين الخوي الله يرحمه يقول لا أرى حكم الحاكم نافذ، لكن أتصدى. سيدنا ليش تتصدى؟ سيد الخوي الله يرحمه أعظم بي واكرم، هاي سيرة ارتكازية واضحة، زعامة، أنت تمارس زعامة، شيء إذا ما بيت تمارسها، لو ترى شرعية كيف تمارسها؟ فكيف يقبل أن الإمام سلام الله عليه يغيب وهم يعلمون أنه الغيبة التامة الكبرى التي لا يعلم أمدها إلا الله، فيتركون الأمة ماذا؟ ها؟ بلا راع ولا قائد ولا سائس ولا مدير ولا مدبر، أمرها إلى الله. هذا منطق يقبلها؟ أي من أهم أدلة ماذا؟ من أهم أدلة. ولذا تجدون الذين أنكروا ولاية الفقيه اضطروا إلى أن يقول بنظرية الحسبة مولانا، وجدوا بأنه ما يمكن مولانا، ما يمكن، دخلوا إليها من مدخل نظرية الحسبة على المكاسب. وهذا ما نعتقده أيضا في مسألة ولاية الفقيه لعلماء عصر الغيبة، حكم ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لغيبته سلام الله عليه، ولهذا بمجرد أن يظهر يستطيع أن يجري الأمر على حاله، ويستطيع ماذا؟ يقول ما أعطيتكم من الصلاحيات في عصر غيبة الآن شنو؟ بعد ما عندكم صلاحية خلص. ليس من أجزاء الشريعة وجزء ثابت في الشريعة. الآن النظرية القائمة لسيد الإمام، السيد الإمام يعتقد أن نظرية ولاية الفقيه هي جزء ماذا؟ كما الله، التفتوا، كما الله جعل الولاية لرسوله وللأئمة، جعل الولاية لمن؟ ها؟ للفقيه في عصر الغيبة. نحن نقول لا، جعلوا الولاية لله ورسوله جزء ماذا؟ من الشريعة. أما جعلوا الولاية للفقيه في عصر الغيبة، هذا جعل من؟ ها؟ وهذا هو نظر الشيخ المرتضى الأنصاري مولانا، وقرأنا للأعزة في المكاسب أن هذا، ولهذا قال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال فإنهم حجتي عليكم، ولم يقل فإنهم حجج الله عليكم، لم يقل عن رواة الحديث فإنهم حجج الله عليكم، قال فإنهم ماذا؟ حجتي عليكم.